المغرب المتوسطي ملاحظة شكلية بالنسبة لإخوان المغربين الآن وقد أصبح الملعوب مكشوف في المغرب ينبغي أن نتكلم فنقول الريف الكبير مباشرة باش ما نغلطوش عباطنا كان بزاف ديال الكلام حول هذا الريف الأساتذة اللي سبقوني أشاروا إلى كثير من الشكوك والمحاذير والمخاطر وكذا وكأنه كان مارس السحر والشعوذة والحذر والعفاريت والتماثيل وحضي عندك الريف إلى آخره عش الزنابير وكذا هذه اللغة ديال اليوطي واللغة ديال المخزن أنا توان أن نقول لها كفى لسبب بسيط وهو أن الريف أعتقد شخصيا أنه هو الأساس في هذا المغرب لبناء دولة قوية دولة حديثة دولة ديمقراطية في إطار ملكية حقيقية ديمقراطية وببساطة دولة حنا ما مسوقين ما مسخرين ما وإنما هذا الشيء اقتنعنا به وضحينا من أجله ومستعدين نزيد ونضحيو واحد ألف سنة من هنا الفوق من أجل باش نبنيو هذا المغرب هذا المغرب ديمقراطي حقيقي الآن غادي نرجع للموضوع أنا أقول بأن المقترب الجهوي هو مقترب سياسي بامتياز ما معنى السياسي؟ أنه يتطلب من ناحية الفلسفية أن يقتنع المغاربة أي الجهات المغربية أن تقتنع بالديمقراطية أن تقتنع بالتشارك بالتضامن بين الجهات أن تقتنع الملكية بدورها بتقاسم السيادات فأكيد أن الجهويات في العالم وهذا هو جانبي في العالم هناك سيادات هناك منطق ديمقراطي تراتبي طبعا ولكن هذه العملية حاضرة في قلب السياسة ويجب أن تكون الأمور هكذا في المغرب علاش غير كاين شي حد مثلا يهضر على مقاربات الإخوان المنظمين قبيلات سألوا واش كاين مقاربات أخرى نعم كاين مقاربات أخرى كاين 18 ديسمبر تأسست مؤخرا في هولندا قد نتفق معها أو نختلف هذا الشغل ديالنا ولكن باش نتعاملوا معها بشكل مخزني بحال اللي كانوا كيديروا في واحد الوقت جماعة العراقيل والرافق بودرة كيعقل على هادشي مجموعة البرلمانيين مجموعة الشخصيات كيوقعوا العراقيل بالوكالة وهو كان ضد هاد المنطق وما وقعش راه باقي عندي هاد الوثائق ما بقاش الان مجال باش نعتبروا شي حد في هولندا ولا شي حد هنا في المغرب بانه راه كيخلق الفتنه بالعكس هذوك ديال هولندا باقي ما اقترحوش التصور السياسي ديالهم باش ممكن تحاوروا معاهم انتم كاملين هنا كتعرفوا بان المواقف ديالي المعبر عنها كتابه وبالفيديوهات غنقول لكم انا ملكي في اطار ملكيه برلمانيه ديمقراطيه حيث المواطن حر ماشي عبد راه كتشوفوا راه باقي كاين العبوديه في موريتانيا وفي دول اخرى باقي كاين الفقهاء ديال الظلام